حصل بوشك. الله يلعنك. أكيد بتكون جميلة خبرتنا هلا. واقف لو سمحت. واقف. استناني. أخي ما معي وقت لأستناك. لازم سلم السيارة هلأ. ما رح أتأخر. استناني شوي. ما فيني. عطيني الأجرة وخليني روح. مجبور إنك تستناني. بس أرجع رح حاسبك. اللي معي ما بيكفوا. خودها يخليها معك. في شغلة بخلصها على السريع وبرجع. والله ما فيني استناك يا أخي. الله يرضى عليك ما توجع لي رأسي. أنا عم بقلك ما رح أتأخر. ماشي؟ الله يوفقك. ما بدي مشاكل. أنا عندي أولاد. طيب ماشي. الله يخلي لك ياهو. ما رح طول عليك. ورجيني حالك يا جبان. انت خايف تطلع ما هيك؟ انا جيت لعندك. ولا فرحات؟ مو بالكلية؟ متأكدة؟ مو مشكلة. لا بعد شوي بيجي. بس إذا شفتيه خليه يتصل فيني. ماشي. أنا برجع بحكي معه على الموبايل. شكرا كتير لإلك. مع السلامة. باي. مرحبا جميلة. أهلين. شو قالوا لفرحات؟ أنا اتصلت لحتى خبرك بس حضرتك ما رديت على التليفون. مفكرني مشتاقت لك وحابة اسمع صوتك. هذا الحكي هلأ مو وقته. شو هاي؟ بعتولك إلك كمان؟ لعنة. صبحا دق الباب. تركوا هالعلبة وراحوا. لك مثل يلي معك. وصل واحد مثله لمهنان. أكيد إنه هداك الزلمة هو يلي باعتهم. العمى شو إنه حقير. شو بده؟ شو العمى؟ واضح منيح من هالحركات إنه هذا الزلمة مراقبنا كلنا. مو ملاحظين الموضوع تعقد؟ مين بيكون هاد؟ وشو بده لحتى يلاحقني؟ عدوه لمهند لما كان بالسجن. طيب ممكن تفهمني شو بده مني؟ أنا شو عملت له؟ هو مفكر إنه أنت ومهند بتحبوا بعضكم. مثلك تماما.
صح؟ ومثل أمك كمان. أمك اليوم اتصلت فيني وبهدلتني على التليفون. أنا شو عاملة لحتى يصير فيني هيك؟ ليش كلكم ضدي؟ الله ياخذني لحتى أرتاح منكم. جميلة لا تبكي، احكي لنا هلا شو صار معكم. مهند بخطر ولازم نلاقي طريقة لنساعده. وقت اللي وصلتني العلبة الصبح تفاجأت كثير. طلعت لأفهم من مهند شو القصة. وقفنا وحكينا بالطريق. جميلة كملي خلينا نفهم شو صار. جميلة أنت قاعدة عم تبكي هون ومهند الله أعلم شو صاير فيه. خلصينا قولي شو عندك لنعرف شو بدنا نتصرف. خلي الزلمة واقف برا بدون ما تدفع له. بس لا تخاف أنا حاسبته هلا وفيك تعتبرهن دين. كريم كتير يا ابن الحرام، اليوم آخرتك يا فرحات. على مهلك، دير بالك على معدته، الولد كتير غالي علي. مهند بدي ورجيك شغلة، بس اهدى. شوف هالفيلم ما أحلاه، البطل هو أبوك. شوف لي هالمشهد شو موسر. واضح إنه عجبك كتير. إذا بدك نسخة لازم نتحاسب بالأول، لأنه حسابك صار عندي كتير كبير. شو بدنا نعمل؟ أنت مشكلتك معي بس يا فرحة الكلب. لا تغلط معي أحسن ما قلت لك. إذا بتقرب على أبي أو بتقرب على اللي حواليه رح شيل عيونك من محلهم. اسمعوا حاج تحديد، لو بدي حطيته لأبوك بالسجن وهذا الدليل موجود بين إيدي، ومو لحاله لسه في مشاهد كتير. فعلا أنت واحد عقير وسافل. اهدى لنتفهم، نزل سلاحك. بما أنك هديد صار لازم نتفاهم.